وافق مجلس الوزراء على تحديد موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس. إنجاز جديد لطالما نادت به طرابلس وضع اليوم على سكة العمل ويقضي بتخصيص جزء من الأراضي غير المستخدمة في معرض رشيد كرامي الدولي ليكون جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس. رئيسة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الوزيرة السابقة ريا الحسن أكدت لتلفزيون مستقبل أن هذا المشروع سيساهم في إطلاق عجلة اقتصادية هامة تحتاجها طرابلس وفي تأمين عدد كبير من فرص العمل للشباب. هذا أهم مشروع من آخر 20 سنة إذا بدك بطرابلس، لأنه بموجب هالمشروع نحن عم ننشط الدورة الاقتصادية بطرابلس وعم ننشئ إذا بدك دينامية جديدة اللي هي مفقودة. عم نحيي من ناحية إنه نحن عم نخلق بيئة لاستقطاب استثمارات مش بس أجنبية، محلية اللي كانت ما كانت موجودة، وعم نخلي من خلال هالاستثمارات أنه ننشأ مؤسسات منتجة. الأهم من هيك أنا برأيي عم نرجع نعيد إحياء معرض رشيد كرامي الدولي، وعم نخلي يرجع يلعب دوره الأساسي اللي هو أنه يستقطب معارض لمنتجات محلية إذا كانت خدماتية أو حتى سلع. أنا برأيي هذا المشروع من أهم أهدافه هو أنه عم نخلق فرص عمل، مش أي نوع فرص عمل، عم نخلق فرص عمل للمتخرجين متخصصين. لن يكون ضمن المشروع أي حركة نقل أو تسليم للبضائع، فذلك سيكون حصرا في المقر الرئيسي للمنطقة الاقتصادية ضمن مرفأ طرابلس. صار عنا منطقتين، منطقة يلي هي بالمعرض رح تكون موجهة بس لمؤسسات خدماتية، والجزء يلي نحن عنا إياه بالأساس هو الجزء يلي بمحاذاة المرفأ رح يكون للمؤسسات الصناعية. فنحن هيك عم نخلق إذا بدك تكامل بين المنطقة الصناعية والمنطقة الخدماتية. هذا المشروع يأتي بالتزامن مع الاستعدادات القائمة في طرابلس لتكون منصة لإعادة إعمار سوريا. رح نفعل المرافق الموجودة اللي بعد منا مستغلة، من المرفأ للمنطقة الاقتصادية لسكة الحديد للمطار ليعات رونيه معوض. هيدا الشيء بخلينا نحن نكون مركز لوجستي، وهالمركز اللوجستي بخولنا لنساهم في عملية إعادة إعمار سوريا إن شاء الله بالمستقبل. الرئيس الحريري بعدة مراحل عم يقول نحن اليوم همنا إنماء متوازن، وهيدا الشيء رح يطرحه كمان بمؤتمر صدر يلي على أساسه رح يعرض خطة استثمارية شاملة وطنية. فصار عنا من جهة استثمارات ببنى تحتية، ومن جهة تانية مشاريع منتجة من خلال المنطقة الاقتصادية الخاصة أو من خلال مرافق منتجة أخرى. وهالشي إن شاء الله هو يلي رح يرفع باقتصاد طرابلس والشمال. 75,000 متر مربع هي المساحة المخصصة للمنطقة المستحدثة في معرض رشيد كرامي الدولي، مساحة ليست كبيرة ولكنها بداية مهمة. وبحسب دراسة الجداول الأولية، المشروع سيتمكن من استقطاب أكثر من 100 شركة التي ستولد مئات فرص العمل للشباب.